ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور بدر، يعني البيان الختامي شدد على دعم العراق واحترام سيادته، وبالتأكيد سيتم تفعيل هذه القرارات عبر إجراءات فاعلة. كيف ترى أثر ذلك على دعم العراق؟ بالتأكيد، ويمكن ده أيضا كان الهدف من هذه القمة، قمة التعاون والشراكة، واللي بتشارك فيها الحقيقة إضافة إلى مصر عديد من الدول الإقليمية والعربية، يعني مشاركة من تركيا، من إيران، من المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، أيضا منظمات إقليمية زي الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي، مجلس التعاون الخليجي. الهدف هو تكتيل الجهود لمساندة العراق على الخروج مما عانى منه من أزمات الحقيقة في السنوات السابقة، ويمكن ده اللي أشار إليه السيد الرئيس في كلمته أيضا أمام المؤتمر. نعم. إن العراق يعاني من سلبيات نتيجة للحروب والتورط في أزمات سياسية وأمنية مختلفة، ونتيجة أيضا للإرهاب. نعم. إذن الهدف هو مساعدة العراق على أن يصل إلى المكانة التي يستحقها. وأشار السيد الرئيس في كلمته أمام المؤتمر أن العراق هو أحد قلاع العروبة والحضارة في المنطقة. إذن هناك رغبة صادقة في معاونة العراق على استعادة دوره، سواء دوره الإقليمي أو دوره الدولي، والدور الذي يتناسب مع حضارة العراق ومع ثقل العراق في المنطقة العربية. نعم، يعني أيضا رسائل الرئيس السيسي دكتور إكرام شددت على دعم سيادة العراق وعدم فرض سياسة الأمر الواقع والتكاتف من أجل البناء والتنمية. كيف ترى أهمية تلك الرسائل في مرحلة إعادة بناء العراق؟ طبعا دي رسائل هامة، ويمكن كان بيركز عليها السيد الرئيس أيضا في فترات سابقة، اللي هي الحفاظ على الدولة القومية والحفاظ على وحدة أراضيها وعلى مؤسساتها. إذن العراق أيضا في هذا الإطار مصر بتهتم به، ومصر بتهتم باستعادة دوره وبتهتم بتنمية العراق، وخصوصا أن ده بيحدث على أكثر من مستوى. يعني هذه وجهة النظر المصرية في هذا المؤتمر، وهذا ما تمخضت عنه قرارات المؤتمر. إنما أيضا أنا عاوز أشير أن في يعني تعاون ثلاثي مصري عراقي أردني، وعقدت مؤتمرات قمة ثلاثية، وتستهدف أيضا دعم العراق ومساعدة العراق على استعادة دوره الذي يتناسب مع حجمه ويتناسب مع حضارته، سواء في المنطقة التي نتواجد فيها أو في العالم. وأيضا مساعدة العراق على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهه أيا كان مستواها، يعني ممكن تحديات على مستوى، ممكن تحديات على المستوى الأمني، ممكن تحديات سياسية اجتياز المرحلة القادمة والانتخابات بما يتماشى مع رغبات وتطلعات الشعب العراقي. كل دي قضايا مهمة أكد عليها السيد الرئيس، وبتأكد عليها أيضا القرارات الختامية لهذا المؤتمر. سريعا دكتور إكرام، إذا تكرمت، يعني كيف رأيت رسالة الرئيس السيسي إلى الشعب العراقي؟ طبعا الرئيس بيوجه رسالة إلى الشعب العراقي بأن يحافظ على تماسكه، يحافظ على دولته القومية. نعم. أن لديه الإرادة لتحقيق التطلعات التي تتناسب مع طموحات العراق. نعم. ومع حجم العراق، وهذا ما تدعمه مصر دائما. نعم، الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.